بناء على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين جامعة تشرين الحكومية وجامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية، تم التوقيع على اتفاق تعاون علمي ثقافي في جامعة تشرين باللاذقية، حيث تشمل هذه الاتفاقية مجالات تبادل الزيارات وتبادل النشاط العلمي وتبادل المنشورات العلمية والشروط المالية والبرامج التنفيذية. هي اتفاقية حقيقة الأمر مع جامعة الأندلس. جامعة الأندلس مثل ما بتعرفي جامعة فتية، وهي جار عزيزي لجامعة تشرين. نأمل من هذه الاتفاقية تدعيم أواصر العلاقة القائمة حقيقة بين جامعة تشرين وجامعة الأندلس، كون أغلب أساتذتنا بيدرسوا في جامعة الأندلس في الاختصاصات الطبية المفتتحة في جامعة الأندلس، وين درج تعاون مع جامعة الأندلس ضمن رعاية وزارة التعليم العالي لهذه المؤسسة التعليمية الفتية في سوريا، والتي نأمل أن يكون لها دور مميز يكمل دور الجامعات الحكومية الموجودة في سوريا. يعني هي بالحقيقة هي أول اتفاقية تعاون بين جامعة حكومية كبيرة وبين جامعة خاصة، وهذا فعلا هدف كمان وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي دائما بتقلك انه كل الجامعات نحن بقارب واحد، كلنا ما في فرق بين جامعة خاصة وبين جامعة حكومية. هلا نحن اقتربنا من تحقيق الهدف هذا ومن هالشياد. طبعا املنا كبير انه نتعاون بمجال تبادل الطلاب، الاساتذه، الخبرات، التعاون بالبحث العلمي المستقبل. نحن نستخدم المختبرات الموجوده هون، هن يستخدموا الطاقات المتوفره عنا. يعني هالتعاون هذا بيقوينا، بيقوي كل الجامعتين ليكون الانتاج افضل. طبعا نحن جامعتنا عم نطلع لانه نرفع سويه المستوى العلمي عندنا بالجامعه. بلشنا الخطوه الاولى، هي كانت الاتفاقيه التعاون، اتفاقيه كبيره احنا معتبرينها ومكسب كثير كبير لنا، هيك جامعه عريقه نعمل مع اتفاقيه التعاون شغله كبيره عندنا. الجامعه حابين احنا نتوسع فيها بالامتداد الافقي، ان شاء الله ناويين نفتح فروع للجامعه داخل سوريا وخارج سوريا. هلا التطلعات القريبه ان شاء الله بدنا نفتح فرع بمدينه اللاذقيه وبمدينه السويداء. خارج سوريا هلا مبدئيا بالعراق الشقيق. هي هلا الخطه القريبه واللي عم تندرس هلا، وان شاء الله هيك يعني نتائجها قريبه جدا بتكون ان شاء الله. تعتبر هذه الاتفاقيه ساريه المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعها ولمده 5 سنوات تجدد تلقائيا.